اوكي، بعد ما هلا حكينا عن اللايت، عن خصائص اللايت والثيريز رجعناهم، يعني نحن الايكويشنز اللي بهمونا هون هن اي بتساوي اي للفوتون، يعني او سوري اي للالكترون، اي للالكترون بتساوي دبليو اللي هي الورك فانكشن او بنرمز لها حتى باي زيرو بلس كاينيتيك انرجي. هي تاعت شو؟ تاعت اينشتاين. اوكي، اي للالكترون هي بتكون ايكوال لاي للفوتون، يعني فيها عوضنا مثلا اتش سي على لامدا بتساوي هون اتش سي على لامدا ثريشولد. اوكي، هيدا الثريشولد لامدا. اوكي، يعني هيدي صار اسمها ورك فانكشن، او بنسميها انه اي زيرو، يعني او بنسميها حتى الثريشولد انرجي. وهيدي كوانتيك انرجي اوكي بنعرفها هاف ام في سكوير، في طلع منها اي شيء. اوكي، طيب الشغله الثانيه اللي بدي اياها كمان انه تعرفوا اي لعدد من الفوتونز، عدد من الفوتونز بتساوي number of photons مضروبة بال E ل 1 photon هون T O N. اوكي، مثل كأنه عم قلكو انا والله معي مثلا تفاحة حقها 5000، اذا انا بدي اشتري مثلا 10 تفاحات قد بيطلع حقهم؟ شو بتعملوا انتو لحالكم؟ دغري بتقولوا 10 × 5 صح ولا لا؟ بيطلع 50000. نفس الشي هون، انا عم قلكو energy ل 1 photon هالقد، اذا انا مثلا معي 20 فوتون قد حيطلع الانرجي تاعيتهم كلها؟ هتطلع هي ضرب عددهم ضرب الانرجي لكل فوتون، عرفتوا؟ بس هادو بيهمونا، بدنا نعرف انه الاي للفوتون بتساوي اتش سي على لامدا، او بتساوي اللي هي اتش ميو، ميو هي الفريكوانسي. اوكي، هذا اللي بيهمنا باللايت. نجي هلا لبور موديل. بور موديل، بور هو عالم. اوكي، شو قال؟ قال الاتوم اللي عنده انرجي ليفلز دي ار كوانتايزد، يعني انا هذه هي الاتوم مثلا، هذه هي النيوكليوس. اوكي، يعني مثلا عندي هون طابق، هذا طابق تاني، هذا طابق تالت. اوكي، الالكترون بيقعد هون، ما بلاقيه انا هون، ما بلاقيه بالان بتوين، لا بلاقيه اون ذا انرجي ليفلز، وهود الانرجي ليفلز هو محمي باوربيتال. اوكي، هو محمي باوربيتال. هيدي الاوربيتال انه بتمنع مثلا الماجنتيك فيلد تصيبه، او بتمنع مثلا الالكتريك فيلد تصيبه، بس هذا الشيء حنكتشف بعدين انه طلع غلط، طلع هذا انكونفينينس، ما انه قاعد باوربيت المحمي. ليش؟ لانه في علماء اجوا دربوا عليه الكتريك فيلد ودربوا عليه ماجنتيك فيلد وتاثر، تاثر. يعني كان مثلا عندي فرضا هن عملوه على الهيدروجين. اوكي، كان مثلا الهيدروجين عطيني انا 3 سبكتروم وفيه 3 هون نقاط سود. اوكي، أو ديسود بلاك، يعني هو ديسكونتينيوس. لما ضربوه مثلا على الكتريك فيلد عطوني مثلا صاروا 5. اوكي، هود النقاط، هو الخطوط صاروا 5. هذا الشيء بيعني انه الالكترون تاثر بالماجنتيك فيلد او حتى بالالكتريك فيلد. فلا، بور غلبت هون، هو ما محمي بي اوربيتلز. اوكي، هلا الاشي اللي اكتشفها بور، بدنا نعرف انه احنا انه الانرجي للانرجي ليفل، يعني للالكترون اللي موجود على هذه الانرجي ليفل، هي -13.6 على الان سكوير مضروبه بالزد سكوير. اوكي، وهيدي بتطبق بس للهيدروجين والهيدروجين لايك بس. اوكي، يعني ما في طبقه مثلا للسلفر، لا ما بقدر. الهيدروجين والهيدروجين لايك حكتب لكم اياهم، هن الاتشي الهيدروجين الهيليوم بس الايون تعوله بلس الليثيوم 2 بلس بريليوم 3 بلس بورون 4 بلس ممكن مثلا سي 5 بلس هو الكربون، ممكن او 6 بلس ممكن. اوكي، المهم يكون يعني هيدا كلهم عنده 1 الكترون. ليكو هيدا الزت تاعيته 2، خسران واحد صار عنده 1 الكترون. مثلا تعال نشوف البورون، البورون الزت تاعيته 5، خسران 4 ضل عنده 1 الكترون، عرفتوا؟ لهيك تطبق. بس هون بعوض الزت زت تاعيته، يعني اذا بدي استعملها مثلا للبورون ما بحط هون 1، لا بحط الزت تاعيته اللي هي قد ايه 5. اوكي، فاذا هيدي الاي لون الكترون. هلا هيدي اليونت شو بتطلع؟ هيدي اليونت بتطلع ان الكترون فولت. اذا انا بدي استعملها مثلا بدي اياها ان جول، بلكي انا بدي اياها ان الكترون فولت، ليش حتى اعذب حالي طلع جواب الكترون فولت وارجع احوله لجول؟ لا، من الاول بطلع بان جول. فكمان لها شكل ثاني اللي هي اي ايكوال -2.18 × 10⁻¹⁸ مضروبه بالزت سكوير على الان سكوير. اوكي، هيدي هون بتطلع ان جول وهون ان الكترون فولت.
نفس الشيء نفس القاعدة، بس إنه هون نجو هون إلكترون فولت. هلا من هيدا القاعدة نطلع بشيء اللي هو خاصه بالأبسوربشن والإميشن للإلكترون للفوتون. شو يعني؟ يعني أنا عندي هيدا أتوم، تلاتة مقطشة، عندي أنا هيدا أتوم أوكي كبرتها بس حتى أوضح لكم إياها قد ما فيي. عندي هيدا النيوكليس عم بفترض أوكي، صغرتها حتى ما تاخد مساحة، نشيلها أوكي. هيدا انرجي 1 هيدا انرجي 2، وفي عندي انا الكترون هون قاعد اوكي، في الكترون ايش هيدا ما عم يكتب اوكي، في الكترون هون قاعد على اول انرجي ليفل، يعني هيدا ان ايكوال 1، وانا نسيت لكم على انه هاي ايكوال ان ايكوال 1 هاي ان ايكوال 2 ان ايكوال 3 طوابق عادل، ان هي ترمز لي للطوابق اوكي، لهن بنسميهم انرجي ليفل تمام. لنفرض عندي الكترون قاعد هون بهالمنطقه، أم إجا عليه فوتون مثلا فوتون من أشعة الشمس أو حيالله أنرجي، يعني مهم إجتو أنرجي من هيدا الإلكترون، امتصل الأنرجي أوكي، هون إجي أنرجي شو ما كان شكله. هلأ نحن بالكيمستري بيهمنا إنه يجي فوتون أوكي، عادة الأنرجي اللي جاي هون هي بتكون فوتون، إجا فوتون أم هيدا الأنرجي هيدا الإلكترون مسك هيدا الفوتون، طبعا الفوتون بده يكون بأنرجي معينة، مش حيالله أنرجي تجي بيمتصها، لأ بدها تكون كوانتايزد يعني بفاليو محدد. وشو بيعمل هذا الالكترون؟ بيسحب على الانرجي، بس سحب على الانرجي بيطلع، بده يطلع هيك اوكي. هلا لوين بيطلع؟ لهون ولا لهون ولا يمكن لابعد، حسب الكميه الانرجي اللي اجته وين بتقدر تطلعه. المهم رح يطلع هيدي الطلعه، يعني هون عمل شو صار؟ عمل ابسوربشن، هذا الالكترون عمل ابسوربشن لهذا الفوتون وطلع اوكي، صار عنده ترانزيشن هون. نفترض طلع على ان ايكوال 3 او على ان ايكوال اوكي ان ايكوال 3، هون على ان ايكوال 3 هيدي بتكون ساعه الانرجي اللي اجت قد مين؟ قد الاي 0 اللي هي دبليو، هيدي اللي حكينا عنها قبل، هاي سوري مش هاي، شو عم احكي انا هون، هاي اوكي الورك فانكشن، يعني لهيك ما طلع ما عنده كاينتك انرجي، طلع وقف هون يعني على حدودها للاتوم، يعني فشخه كان طلع لبرا اوكي. فهي هي الفكره، لو كان عنده مثلا هيدي الانرجي كانت اكبر من الدبل من الاي 0، لو هيدي الانرجي اكبر من الاي 0 كان طلع هذا الالكترون لهون وصل وبعد عنده انرجي، فبيكفي فيها بشكل كاينتك انرجي اوكي، يعني ساعتها بيمشي هيك بيطير بالهواء. هون بنكون عملنا اجكشن لالكترون، شلنا الكترون كامل. فبس هي الفكره. فكره تانية كمان عم تحكي لنا عن مثلا الاميشن لفوتون، بيكون انا عندي الكترون هون مثلا لنفترض اوكي على ان ايكوال 2، عندي هون الكترون ام نزل، ما هو هون على اكسايتد ستيت فبده ينزل، لما نزل شو عم يطلع؟ طلع فوتون اوكي، يعني هو نازل طلع فوتون، يعني خسر انرجي، هو عم ينزل بيخسر انرجي، هل الخساره بتطلع على شكل فوتون تمام. الانرجي لهذا الفوتون شو بتساوي؟ هي بتساوي دلتا اي ماينس دلتا اي، سوري ليش ماينس؟ نحن مش نحن عم نقول عم يخسر، عم يخسر يعني ما نحن كيف نعبر عن الخسارة بالعلم بالمواد العلمية؟ بماينس، يعني بقول لكم مثلا خسرت والله 10,000، بدل ما أكون خسرت 10,000 بحط ماينس 10,000 صح؟ نفس الشيء هون، فالإي للفوتون اللي طلعت هي ماينس دلتا إي للأتوم، يعني الفرق بين هيدي وهيدي، الإنرجي بين هيدي وهيدي. كيف بنطلع هلا الدلتا إي؟ يا تعالوا نشوف. على فكرة هيدا دلتا اي درافد من هودا الإكواشنز. كمان في إلا تو فورمز، في عنا أول فورم دلتا اي للأتوم بتساوي ماينس 2.18 تايمز 10 تو ذا باور ماينس 18 مضروبة بال 1 على ان فاينل سكوير ماينس 1 على ان انيشال سكوير، كلها مضروبة بذات سكوير. طبعا هيدا بتطبق للهيدروجين أوكي، والهيدروجين لك طبعا. هلا هيدي مثل ما هي عادي، بس الفكره انه مثل ما قبل حكينا هي كونستنت، هي ار اتش كونستنت اوكي، هيدي الرايبت كونستنت ار برايم هون. هيدا ال1 على ان فاينل سكوير هو وين ان فاينل، هي وين صار الالكترون بغض النظر ابسوربشن ولا انيشن، ما بتفرق معي. مثلا تعالوا نفترض هون كنا عم نحكي عن اول حاله، اول حاله كان على ال1 طلع على 3، شو بده تصير القاعده؟ شو بعوض؟ كان على 1 صار على 3، بقول equal minus 2.18 times 10 to the power minus 18
1 على 3 سكوير ماينس 1 على 1 سكوير مضروب زد سكوير. هذا نفترض هيدا هيدروجين خلص 1 بتضل ما زد للهيدروجين هي 1 اوكي. نفترض عم نحكي عن بورون نحكي عن 4 ساعتها نحط 4 سكوير يعني نشيلها اوكي. هلا هيدا الجواب اذا تحطوه على الكالكوليتر حيطلع معكم نيجاتيف سوري بوزيتيف حيطلع معكم هنا بوزيتيف اوكي. هلا بوزيتيف عادي اذا بدي اجيب مثلا قالوا لكم والله طلعوا لي اللامدا للفوتون اللي كان جاي بتحطوا الى الفوتون شو بتساوي اتش سي على لامدا وبتطلعوا بتطلعوا لامدا معكم اتش سي البلانك كونستانت والسرعه الضوء ومعكم هيدا الاي للفوتون هي طلعتوها انتم هون اللي هي بتساوي الدلتا اي لنا اوكي. مهم هون بتحطوا شيء بوزيتيف ما تحطوا شيء نيجاتيف. هلا بحاله الاميشن ني سكند كيس هيدا هالحاله هون لما حكيناها بالازرق كمان بعوض عادي equal minus 2.18 times 10 to the power minus 18 مضروبة بشو 1 على 1 square minus 1 على 2 square يعني هيك 1 على 1 square minus 1 على 2 square. ليش؟ لأنه الانفاينر وين صارت هون يعني هو كان هون ونزل لهون اوكي. فبتطلع عندي وهون زاد square ما ننساها بيطلع هيدا جوابه نيجاتيف هيدا حيطلع نيجاتيف اوكي. دائما بالاميشن بيطلع نيجاتيف. فانت هون اذا بدكم لامدا اذا قالوا لكم والله بالسؤال طلعوا لي الويف لينث للفوتون يلي انعمل له اميشن ما بتحطوا انتم هذا الجواب دغري ايكوال الاتش سي على لامدا ما هو عندكم نيجاتيف هاي ساعتها بتطلع معكم لامدا بالنيجاتيف. لا بس حطوا الجواب ما قلت لكم هيدا النيجاتيف مش شيء بس مش انه غلط بالقاعده او شيء بس لحتى تدركوا انه انا صاير عندي خساره مش اكثر. فانا هون هذا هو الرقم مثل ما هو بيجي بحطه هون بس بلا نيجاتيف اشاره النيجاتيف ما بحطها لانه اصلا اي للفوتون بتساوي ماينس دلتا اي اوكي. قلت لكم عندنا تو فورمز لهيدي القاعده عندنا اي بتساوي ماينس 2.18 تايم 10 تو ذا باور ماينس 18 كتبت لكم اياها بس حاجه اكتبها بس لحتى تقارنوها ماينس 1 على ان انيشال سكوير كلها مضروب بزد سكوير. وفي لها شكل تاني دلتا اي بتساوي ماينس 13.6 مضروبة بال 1 على ان فاينل سكوير ماينس 1 على ان انيشال سكوير مضروب بزد سكوير. هي بالالكترون فولت هي بالجول. هلا بنجي لل لاندا كمان في بالمر اند رايدبرغ كتبته بالقلب رايدبرغ شو عملوا؟ طلعوا من هيدا إكويشن على السريع حتى تستعملوا على السريع أحسن ما ضلكم ساعة طلعوا دلتا إي وحتى طلعوا تقولوا اتش سي على لامدا وناس تضيع بالنيجاتيف. فقالوا والله فينا نحن نحط 1 على لامدا بتساوي ار اتش مضروبة بال 1 على ان سكوير ماينس 1 على ان برايم سكوير كلها مضروبة بزد سكوير. هلا شرطها الأساسي هون انتبهوا إنه الان أصغر من ان برايم اوكي. ليش ان أصغر من ان برايم؟ حتى انا بس اعمل هون سكوير هون يعني هيدي تطلع بوزيتيف حتى لاندا دغري تطلع بوزيتيف. تخيل انتم حطيتها مثلا انا هون فرضا 1 اوفر 4 ماينس يعني 1 على 2 سكوير صارت 1 على 4 ماينس 1 على 3 سكوير ماينس 1 على 6 هيدي تطلع بوزيتيف بس لو قلبتهم كانت طلعت معي نيجاتيف اوكي. فشرط الاساسي الان تكون اصغر من ان برايم وبتطلع عادي لاندا معكم. هلا ار اتش بتكون معكم اياها جيفن اللي هي 10967 بالمتر غلطت. فهي القاعدة اوكي. فيكم دغري تطلعوا يعني فيكم تطلعوا هالقاعدة فيكم تطلعوا على هاي اوكي بتطلعوا دلتا اي. هلا انا عادة بحب استعمل هيدا اكتر لانه هاي ممكن تغلطوا فيها باليونت هاي ممكن تغلطوا فيها باليونت. احيانا بيعطوكم اياها بالسنتيمتر ماينس 1 احيانا بالمتر ماينس 1 فحتى ما تضيعوا احيانا بكون تحولوها لنانومتر هيدا. فانا من الاول بختصر وقتي وبحط بحلها على وحديكي ما بتاخد معي وقت اصلا. فبس هون القاعدات